قافلة طبية بطابع ترفيهي انطلقت مساء الجمعة بأمزميز من تنظيم المنتدى المدني الديمقراطي المغربي فرع أمزميز، وستستمر إلى غاية الأحد المقبل، إلى جانب الفحص الطبي لأزيد من 500 مستفيد من 10 جماعات تشكل دائرة أمزميز. تشمل القافلة أنشطة أخرى ترفيهية النشاطات الأمسية وتربوية. كله غير ترفيهي للأطفال وروسيكلاج تدوير ورسم، والنشاط الغد هو اللي غادي يبدا فيه القافلة الطبية، وستبتدئ مع 8 صباحا. ولنا عدة تخصصات، عندنا الولادة وأمراض النساء، وعندنا الصدر، وعندنا هذا الريماتولوج، وعندنا القلب الكارديولوج، وعندنا الطب العام، وعندنا الكيني. وفكروا هما لا اسبيس، فكروا في الكيني باش يديروه مباشره مور الفحص ديال النساء، لان قالوا على انه ما تياخذوا بيد المراه ما يديروش فقط فحص جامد، وانما يصاحبوه بنوع من التليين او نوع من لو بيانيتر. انطلاق القافلة الطبية كان بتنظيم أنشطة ترفيهية وتربوية استفاد منها عشرات الأطفال من المنطقة، وتنوعت بين الرقص والرسم والتدوير. هو النشاط ديال الجمعية بشكل عام هو سوسيو ثقافي، دونك حنا كنحاولوا ما امكن اننا ندمجوا بين الفعل الثقافي الترفيهي بطبيعة الحال، لان ما يمكنناش نتجاوزوا الفعل، ما يمكنناش اننا نهضروا على الفعل الثقافي بلا ما ناخذوا بعين الاعتبار الجانب الترفيهي، وبلا ما نركزوا بالاساس على الطفل، لان الطفل هو اللبنه الاساسيه لبناء اي فكر ثقافي مستقبلا. دونك هذا الشيء من بعد اجتماعات ونقاشات تبررت الفكره ان القافله الطبيه انها تاخذ الاشعاع التربوي والترفيهي بموازاة النشاط الرئيسي اللي هو القافلة الطبية. تفاعل الأطفال كان متميزا في هذه الأمسية، أنشطة تربوية تربطهم بالجانب الصحي من إعادة التدوير إلى الرسم الذي كشفت ورشته على مواهب كبيرة بين الأطفال. اليوم كانوا بزاف تاع الأنشطة المتنوعة اللي كتنمي القدرات تاع الطفل وكتنمي شخصيته. اليوم شاركت في الرقص والأنشطة. اليوم درنا الرسم. كيفاش شاركتي اليوم؟ شاركت في مسابقة الرسم وعجبتني بزاف. شنو رسمتي؟ رسمت واحد اليد كتعبر باش ما باش الاجنبيين اللي ما كاينينش في بلادنا، باش ما يقاسوش البلاد نتاعنا بالاذى. هكذا تم الجمع بين ما هو بيئي والجانب الصحي عبر مشاركات الأطفال خلال ورشات الرسم وكاد إعادة التدوير، قبل أن ينطلق الأطباء المتطوعون السبت لإجراء الفحوصات للمستفيدين.